كريم بنرحب بيك في البيت الكبير. اهلا بيك كابتن هاني، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. منورنا يا كريم. وملف خاص جدا لمنتخبنا، مباراه يعني مباراه مهمه اكيد في طبعا تصدر المجموعه، وده هدف المنتخب. خلينا قبل ما نتكلم لغه الارقام وتحليلك لمنتخب كينيا وكمان توقعاتك للمنتخب، رايك ايه في القايمه؟ وده جزء، وكمان اخد رايك في موضوع ايمن اشرف، هل كان من الافضل وجود ايمن اشرف في القاهره ولا السفر لنيروبي؟ اكيد طبعا موضوع القائمه كالعاده بيبقى واخد مساحه جدل كبيره، لان دايما قائمه المنتخب يعني بتغطي انديه كتيره ولاعبين كتير، وطبيعي الجماهير مثلا على وجه التحديد كل جمهور بيحب يبقى اللاعب بتاع النادي هو اللي موجود في المنتخب. وطبعا شفنا حتى يعني مؤخرا اهالي واسر اللاعبين بقوا يعني بيقولوا ارائهم الفنيه، واكيد طبعا هي دي يعني حريه شخصيه للناس كلها، وحلاوه الكوره ان من اي حق اي يعني اي شخص ان يقول وجهه نظره، طالما ان هي يعني ما بيغلطش في حد ويقول وجهه نظره من رايه الشخصي، وبالتالي ده متاح. ولكن اكيد يا كابتن هاني المدير الفني للمنتخب بيبقى دايما عليه ضغوط ان هو بيختار يعني عدد معين، واكيد بيبقى في كام اسم بيثيروا الجدل زي ما حضرتك تفضلت وقلت اسم ايمن اشرف. ان اسم ايمن اشرف ما اثرش الجدل من الناحيه الفنيه، ولكنه اثار الجدل من الناحيه الطبيه. صحيح. احنا بنتكلم على لاعب يعني اكثر من طبيب اكدوا ان هو عنده مشكله ويحتاج للراحه، خصوصا حتى واحنا بنتكلم انا وحضرتك خارج الهواء نقطه اللعب على اللاعب ميرعب على ترتان. اكيد ده موضوع مش سهل، واكيد احنا متاكدين 100% ان ايمن اشرف مش هيلعب بكره. صحيح. ده الاخبار كلها اللي جايه من معسكر المنتخب المصري بتؤكد بما لا يدع الشك ان ايمن اشرف مش متواجد. يمكن هيبدا مباراه احمد ايمن منصور. بالظبط كده، طبعا بيلعب سد باك وبيلعب باك شمال. بالزبط. لعيب بيراميدز، لعيب مميز. بالزبط. جدا. هل الكابتن حسام بدري بيفكر ان ايمن اشرف يتم اعداده او تجهيزه لمباراه جزر القمر؟ طيب هنا هنقف عند سؤال مهم جدا. طيب افرض ان ايمن اشرف ما لعبش مباراة جزر القمر لأي سبب طبي يقوله طبيب المنتخب، فهنا اللي قال ليه السؤال من البداية بقى، ليه تم استدعاء أيمن أشرف؟ السؤال ده علامات الاستفهام هتزيد كتير. ليه؟ لأن طالما تأكدت إن اللاعب مصاب فكان يفضل إنه ياخد فترة راح، لانه صحيح. حتى لو ما بيشاركش، وهو اكيد ما بيشاركش في اي تقسيمات، خلاص ده اكيد. لا، وكان كل التدريبات تاهيليه وجري خفيف احماء. فالسؤال هنا، طب تم استدعاءه ليه؟ فاهم قصدي يا كابتن؟ هي دي النقط اللي ممكن الكابتن حسام البدري هيبقى مطالب بالاجابه عليها، بس مش النهارده، بعد المباراه الثانيه اللي انت خدت، انت ضميت لعيب مش هيقعد على دكه اصلا في اول مباراه خارج القائمه تماما، هتيجي انت بتقول ممكن يبقى مبرر ان انا بعده لمباراه جزر القمر. ممكن، اوكي. طيب مباراه جزر القمر ما اللعيب ما شاركش، هتبقى هنا في وجهه نظر الشخصيه ازمه طبعًا. او اسئله كتيره على الجهاز الفني، ويبقى مطالب بتبريرها، لان طبعا انت اكيد جالك مع اللعيب تقرير طبي من نادي، والكلام واضح ان ايمن عنده مشكله ومحتاج ان هو يرتاح. فكنت اتمنى طبعا في وجهه نظر الشخصيه المباراه والمباراتين بصراحه مش محتاجين صحيح كل الجدل، حتى احنا بعد شويه لما نقعد نتكلم على منتخب كينيا ونشوف حتى معانا فيديو ليهم من اخر مباراه وديه ليهم قدام تنزانيا، الموضوع مش مستاهل. كان معانا يمكن في الانترو احد الاعلاميين البارزين كمان في كينيا، وكنت بساله في اخر الحوار على نتيجه المباراه، فقال اه طبعا يعني هو نتيجه المباراه المتوقعه فوز منتخب مصر يعني. فالامور مكان يعني مش مباراه مصريه هتحدد لك، حتى لو مباراه مصريه دايما يعني سلامه اللاعبين اولا واخيرا. وانا تاني باكد يعني اعتقد كابتن حسام البدري ادرى مننا كلنا بهذا الموقف، لكن هو علامه الاستفهام فعلا لو ما شاركش مباراه جزر القمر كان من الافضل. نعم. طبعا انا ملاحظ طبعا كل الكلام عن مباراه بكره، لا لا لا، هو الاكيد مفيش ده مشكله في مباراه بكره، هو اكيد مش هيلعب، ده 100% مش هيلعب مباراه بكره. فهي الفكره في وجهه نظر الشخصيه ان كل اي شخص واعلامي او حتى من الجمهور قال ليه يا كابتن حسام انت ضميت ايمن اشرف، صوته هيزداد قوه وهيزداد حده وهيزداد علو بعد مباراه جزر القمر لو ايمن اشرف ما دخلش في التشكيل، او حتى لو قعد على الدكه وما شاركش
الاصوات دي كلها ويبقى من حقها. انا ما اقدرش بصراحه يعني واحد طبيعي. بسمع الاصوات دي اقول لهم يا جماعه ما لكوش حق تتكلموا، لا طبعا ليكوا الحق، بس في كل الاحوال نستنى ونشوف، وطبعا المنتخب معاه طبيب ونسمع رايه ونشوف رايه اكيد.